الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فإن مكانة السنة النبوية راسخة في عقيدتنا وفي وجداننا، ندين لله عز وجل بأنها المصدر الثاني للتشريع، وأنها جاءت شارحة ومفصلة ومتممة ومبينة للقرآن الكريم، ولا يجادل أحد في ذلك. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. غير أن القضية هي في فهم النصوص وفي تطبيق النصوص على الواقع بين الثابت والمتغير، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت بل هدم للدين، وإنزال المتغير منزلة الثابت طريق الجمود والتحجر والخروج على سبيل الوسطية والرشاد. فالأحاديث التي جاءت في شأن العقائد وبيان العبادات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الحج: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه أمور تعبدية لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان. عندما قال صلى الله عليه وسلم: صوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فهذه سنة تعبدية نأخذها كما جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما صام صلى الله عليه وسلم عاشوراء وقال: لئن عشت القابل لأصومن التاسع والعاشر، فهذه سنن تعبدية تؤخذ كما جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتصل بشؤون الحياة وعادات الناس والطعام والشراب ونحو ذلك، فهنا التفرقة بين الثابت والمتغير في طريقة الاستنباط من النص. ولو أردنا أن نأخذ مثالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بأحاديثه صلى الله عليه وسلم عن السواك، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا حث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك، ولكن القضية هل هذا النص يقف عند عود السواك الذي كان مستخدما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن القصد هو نظافة الفم وتتحقق بعود السواك أو بالفرشاة أو بالمعجون أو بالغسول أو بأي آلة تؤدي إلى نظافة الفم وطهارته وصحته؟ الذي نفهمه والذي ندين لله به أن العبرة بالمقاصد والغايات وليست بمجرد الوسائل والآلات. فعندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عمد إلى نظافة الفم وطهارته وطيب رائحته، فكل ما يحقق ذلك أدى الهدف. فمن استخدم عود السواك الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه واعتنى بنظافته فلا حرج عليه، وقد أصاب السنة طالما أنه قد عني بنظافة أعواد سواكه. ومن استخدم الفرشاة أو المعجون أو الغسول أو أي وسيلة عصرية تؤدي إلى طهارة الفم ونظافته وطيب رائحته وصحته، فقد أيضا أدى الهدف المقصود وأصاب السنة أيضا في ذلك. أما أن تتحجر بعض الجماعات أو بعض غير المتخصصين أو غير الفاهمين ويقصر إصابة السنة على طريقة بعينها أو آلة بعينها،
وكأن من استخدم عين عود السواك هو الذي أصاب السنة، ومن استخدم غيره من الوسائل فلا سنة له، فهذا هو التحجر في الفهم. هناك حديث آخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى نظافة مكان النوم وقال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ بطرف ثوبه أو بداخلة ثوبه فلينفض بها فراشه أو مكان نومه، هل المقصود مجرد طرف الثوب أو نظافة المكان؟ نقول المقصود نظافة المكان والتأكد من خلوه مما يمكن أن يصيب الجسد من حشرة أو نحوها. طب لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الثوب؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الأول أن ييسر على قومه، وكانت حياة القوم حينئذ بسيطة، لم تكن لديهم آلات كهربائية ولا هوايات ولا مكانس كهربائية، وكان هذا هو المتاع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: فليأخذ بطرف ثوبه بما متاح، كأنه يقول: نظف مكانك ولو بطرف ثوبك، وإن لم تجد إلا طرف الثوب فنظف بطرف ثوبك. الأمر الآخر، قال بعض شراح الحديث: عبر النبي صلى الله عليه وسلم بطرف الثوب حتى لا تصاب أذى الإنسان بشوكة أو نحوها، فحذرا من أن تصاب يد الإنسان بشوكة قال: بطرف ثوبك حتى لا تتعرض يد الإنسان للأذى. أما الآن وقد من الله علينا بنعم كثيرة وصناعات وآلات حديثة، فلا حاجة أن تتم نظافة المكان بآلة من هواية أو مكنسة أو منفضة أو نحو ذلك. وليست العبرة كمن كان لا يرتدي ثوبا فضفاضا كمن يرتدي بدلة عصرية أو نحو ذلك، هل العبرة بطرف الثوب أو بنظافة المكان؟ العبرة بنظافة المكان تتحقق بأي وسيلة من الوسائل. ولذا عندما جاءت امرأة قدمت على قوم ووجدتهم يأخذون بشكل الأشياء لا بجوهرها، قالت لهم: من عالمكم أو من شيخكم أو من سيدكم أو من فقيهكم؟ قالوا: فلان. قالت: يا هذا كيف تأكل؟ قال أسمي الله وآكل بيميني وآكل مما يليني وأصغر اللقمة وأحسن المضغة. قالت: سألت، وهذا جيد وهذه من أداب الأكل وسننه، قالت: سألتك عن المضمون فأجبتني عن الشكل. قال: وما المضمون؟ قالت له: كل حلالا وكل كيف شئت. فلو أكل الإنسان حلالا لهذا هو المقصد، أما لو أكل حراما فلا تغنيه كل هذه الآداب شيئا وهو يأكل الحرام. قالت له: وكيف تنام؟ قال: آوي إلى فراشي فأخذ بطرف ثوبي فأنظف مكان نومي ثم أضجع على يميني وأقرأ أذكاري. قالت: وفي هذه أيضا سألتك عن المضمون فأجبتني عن الشكل. قالت: وما المضمون؟ قال: وما المضمون؟ قالت له: سلم قلبك من الحقد والحسد والغل والغيبة والنميمة ونم كيف شئت. فلو نسي الإنسان بعض الأذكار ونام سليم الصدر لا يحقد على أحد ولا يغتاب أحدا ولا ينم على أحد لكفه هذا. أما ما الذي يفيده إذا نفض بطرف ثوبه واضجع على يمينه وجلس إلى صاحبه يغتابان هذا ويمكران بهذا ويخططان لذلك؟ نريد أن نفهم روح الإسلام ومنهج الإسلام وسماحة الإسلام، نحافظ على السنن نعم، لكن نفهم مقاصدها ومراميها، فلا يكون تديننا تدينا شكليا، إنما يكون تدينا حقيقيا شكلا ومضمونا باطنا قبل أن يكون ظاهرا
حتى نكون أسوة بسلوكنا وقدوتنا وأخلاقنا. فالإسلام فن صناعة الحياة، وحيث تكون مصالح البلاد والعباد وعمارة الكون وبناء الحضارة والجمال والذوق والبهجة والرقي، تكون تعاليم الإسلام في ديار المصطفى تحلو المدائح والمعاني نورها في كل مادح في رياض المجتمى عطر شذا والهدى فاح ببستان الصوالح. يا إلهي بحبيبي أشتهي، يا إلهي بحبيبي أشتهي أن يزور الروض وجدان المكافح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم شفيع.